ولتعليقه على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي. أهلا بك دكتور. حياكم الله. دكتور يحيى، نددت الهيئة بقرار إدراج أمينها العام الدكتور مثنى حارث الضاري على قائمة الإرهاب التي أصدرتها الحكومة في بغداد، ووصفتموها بالسياسية والطائفية. لو تشرح لنا أكثر عن موقف الهيئة من هذه القائمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أختي الكريمة، الكل يعلم موقف هيئة علماء المسلمين منذ الاحتلال إلى الآن، هي مع الشعب العراقي، مع وحدة العراق، وهي ضد كل أنواع العنف والإرهاب الذي يمارس ضد أبناء الشعب العراقي. وأدبيات الهيئة كلها المقروءة والمسموعة، وكذلك كل تصريحات فضيلة الشيخ الأمين العام السابق والحالي، تدلل على هذا. نعم. ولو رجعنا قليلا إلى الوراء وجدنا أن فضيلة الشيخ حارث الضاري رحمة الله في عام 2005 قد صنف خمسة أنواع من الإرهاب تمارس على أبناء الشعب العراقي، منها إرهاب القوات الأمريكية، ومنها إرهاب القوات الحكومية، ومنها إرهاب الميليشيات وغيرها. فبالتالي يعني هم أبعد عن موضوع يعني موضوع الإرهاب وعن موضوع تبني هكذا أمور. فهم ذات يعني الهيئة مشروعها مشروع وطني لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي والعرقي. لكن مشكلة هذه الحكومة أنها دائما تتعامل مع من هو يقف ضد هذه العملية السياسية المبنية على أساس طائفي، التي مزقت نسيج المجتمع العراقي، التي دمرت هذا البلد ماضيا وحاضرا ومستقبلا، هكذا تتعامل معه بعصا الإرهاب، بعصا أربع إرهاب. في هذا السياق دكتور يحيى، دكتور يحيى، في هذا السياق الكثير من المراقبين يرون أن القرار يعد استهدافا للهيئة، ما طبيعة هذا الاستهداف برأيكم؟ بالتأكيد أختي الكريمة، هو عملية استهداف للهيئة ولكل القوى المناهضة للعملية السياسية المبنية على المحافظة الطائفية التي جلبت كل الويلات والثبور على المجتمع العراقي. ماذا جنى العراقيون من هذه العملية السياسية من عام 2003 إلى الآن؟ هي تريد الكل يجب أن يسير في ركب هذه العملية السياسية الفاسدة التي دمرت المجتمع العراقي، وكل من يقف ويفضح أساليب هذه الحكومة وفسادها وما عملت من جرائم بحق الشعب العراقي، كل من يفضح هذه الأساليب يجب أن يدرج بقامته. فاستهدافها يتعرض لأنها لا تسكت عن الظلم الذي يمارس على الشعب العراقي، لأنها لا تقبل بما يحصل من جرائم على أبناء الشعب العراقي في كل مكان، سواء في الوسط أو في الجنوب أو في الشمال. فبالتالي تريد الحكومة إسكات كل الأصوات من أجل أن تمرر مسيراتها التي هي جزء من منظومة الاحتلال وجزء من مشروع الاحتلال في العراق. يعني تؤكدون أن هذا القرار له علاقة بموقف الهيئة الرافض للاحتلال دكتور؟ بالتأكيد، هو نتيجة لأن الهيئة الآن هي تعتبر صمام الأمان للقوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية، لم تتراجع ولم تنثني رغم كل الضغوطات، رغم كل ما حصل، لا زالت تقف مع الشعب العراقي ضد جلاديه وضد المجرمين الذين يمارسون أنواع الإجرام ضد الشعب العراقي. هو بالحديثكم عن أنواع الإجرام في الهيئة، هناك قسم لحقوق الإنسان يتابع مختلف الجرائم المرتكبة في مختلف مناطق العراق، كذلك هناك حملات مختلفة لمساعدة النازحين ومساعدة المتعففين أيضا، سواء مساعدات مالية أو مساعدات غذائية، أو كذلك الاهتمام بالمشاريع التعليمية للشباب العراقي داخل العراق وخارجه. ما العلاقة بين الإرهاب وكل هذه المشاريع التي ترعاها الهيئة لخدمة المواطن العراقي؟ أختي الكريمة، كما أسلفت، الهيئة مشاريعها كبيرة من أجل إنقاذ وتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب العراقي، وقد ذكرت حضرتك قبل قليل كثيرا منها. والأكثر من هذا، هناك رعاية للأيتام، هناك رعاية للأطفال، هناك رعاية للنساء، هناك رعاية للأناس في المخيمات. يعني الحكومة تحاول أن لا تقدم أي شيء لهؤلاء النازحين، لأنها تمارس نهجا طائفيا مقيتا على أبناء الشعب العراقي، تمارس نوعا من التمييز العرقي والتمييز الطائفي. الهيئة تحاول قدر الإمكان أن تخفف من هذه المعاناة،
هي تريد ان تبقى هذا الضرر على ابناء الشام العراقي، ولذلك هي تحارب هيئه علماء المسلمين وتحارب كل الشخصيات الوطنيه التي تريد الخير لهذا الوطن. أشكرك جزيل الشكر دكتور يحيى الطائي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية، أنت الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق.